أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في تقرير جديد من إكويتي صباح التعاملات اليوم وبداية تعاملات هذا الأسبوع. الأنظار كانت متجهة إلى الذهب الذي تمكن من الوصول نحو مستويات الـ 1840 دولار للأونصة عقب البيانات التي تم تداولها بعد مجموعة السبع اجتماعهم خلال عطلة نهاية الأسبوع. كان هناك تصريحات من كل من الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، كندا، اليابان بمنع استيراد الذهب الروسي. الذهب الروسي الذي صادراتها كانت بمستويات تقريبا 4.4% من مجمل الصادرات العالمية. طبعا إذا قارناها مع الصادرات السويسرية على سبيل المثال، فنجد أن سويسرا صدرت ما يقارب تقريبا حوالي 86 مليار، أما المملكة المتحدة ف 41 مليار تقريبا. هذا أكبر دليل على أنه التأثير بمنع الاستيراد الذهب من هذه الدول لم يؤثر بشكل كبير ولم يدعم الذهب كثيرا، على الرغم من أن روسيا هي ثالث أكبر منتج حول العالم للذهب، ولكنها تقطع في المركز السابع في ناحية صادرات الذهب. ودول مثل الإمارات وكذلك الأمر العديد من الدول الأخرى تتمتع بصادرات أعلى من روسيا من الذهب. ننتقل إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن الذهب تحت تأثير وضغط قوة الدولار الأمريكي بنتيجة رفع أسعار الفائدة، وهذا يضع الذهب تحت ضغط واضح وعدم تمكنه من الارتفاعات مؤخرا. هو بهذا السبب تشديد السياسة النقدية من قبل الفيدرال الأمريكي لمكافحة التضخم. عائدات السندات عند الولايات المتحدة الأمريكية لأجل 10 سنوات هي حوالي 3%، بالتالي يعني ذلك يضغط كذلك الأمر على جاذبية الذهب كملاذ آمن. في نقطة أخرى أيضا، تقرير الـ COT وهو الصادر عن بورصة شيكاغو لمراكز الشراء والبيع، نلاحظ أن المضاربين الكبار المضاربين على المدى الطويل مراكزهم للشراء تراجعت، في حين ارتفعت ولكن تراجعت على بالنسبة للمضاربين على المدى القصير بنسبة 14.4% تقريبا، وهذا يعطي أنه الذهب على المدى القصير ممكن تحت ضغط أكبر في الفترة الحالية. بالنظر فنيا إلى حركة الذهب، نلاحظ أنه يستمر منذ 9 مايو الشهر الماضي بالتحرك ضمن قناة ما بين 1800 دولار وال 1874 دولار. هذه الحركة العرضية التي يتحرك ضمنها الذهب، منطقتها المحورية أو المستوى المحوري الذي معظم الشموع تلتف حوله تقريبا هو عند مستويات 1337 دولار للأونصة التي يحاول اختراقها مرة أخرى اليوم والاستقرار فوقها. طبعا أي استقرار فوق مستويات 1837 يعرضنا لأنه مزيد من الارتفاعات نحو الحد العلوي 1874. الاستقرار دون هذه المستويات يعيدنا مرة أخرى بسيناريو الهبوط نحو مستويات 1800. لذا المقياس هو مؤشرات الـ RSI والـ MACD، هي اللي بتعطينا حاليا أنه نحن عندنا ميل للاتجاه الصاعد وزيارة مستويات أعلى عند 1873 دولار للأونصة. القناة هذه الخروج منها سوف يعطينا اتجاه أكثر وضوح وأكثر ثبات للذهب والخروج من الحركة العرضية بشكل عام، ولكن هذا بعيد نسبيا في الوقت الراهن. في نهاية هذا التقرير نذكر بأن جو بايدن صرح بأن هناك برنامج عالمي لدعم البنية التحتية بحوالي 600 مليار دولار أمريكي تم تجميعه، وهذا يعطي من شأنه أن يؤثر على الأسواق بشكل كبير جدا. وأيضا في عندنا نقطة مهمة جدا، وهي أنه يعني بنهاية تعاملات هذا الأسبوع ننتظر مجموعة مهمة من البيانات المرتقبة فيما يتعلق بالـ PMIs من الصين، وكذلك الإنفاق الشخصي والاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة الأمريكية سيكون لها تأثيرا كبيرا.